احنا قررنا اذا ولال بد مصيرنا بخطر هون نحنا بنقبل ناخد المخاطرة، نحنا بنقبل ناخد هالتحدي هيدا، نحنا رح نقاوم ومهما كان الثمن رح ناخد هالمخاطرة علينا. اذا صمدنا منكون بنينا بلد لمئة سنة لقدام، واذا انكسرنا ما بنقبل نعيش ناشئين ببلاد العالم، منموت لهالبلد. المقاومة اللبنانية مفروض الضمة صامدة، ومفروض الضمة قوية، ومفروض الضمة موجودة، لأنه السوري والجماعة اللبنانيين يلي ماشيين بركاب السوري، يعني السو برودوي السوري، يعني الدولة اللبنانية يلي عم تعمل اليوم للسوري يلي السوري ما نجح يقدر يعمله هو، هالسو برودوي السوري يلي نحن اليوم عم ننجبر نقاومه، إن كان بحوادثنا معه بجوني أو حوادثنا معه ببعبدة أو حوادثنا معه ببيروت، نحن ما عم نقاتل جيش لبناني، نحن ما عم نقتل عسكر لبناني، إنما نحن عم نقاوم مجموعات قالت للسوري إنه أنت ما نجحت تعمل يلي بدك بيونيفورم سوري وبأسلحة سورية، أنا رح أعمل لك إني بيونيفورم لبناني وبأسلحة لبنانية، ويمكن ما يتجاسر ويقاوموني مثل ما قاوموك. نحن مستعدين نقاوم السوري وأي واحد بيتعامل مع السوري. إذا هالشيء هيدا بده يؤدي لتفجير هليكوبتر منفجر 10 هليكوبتر، وإذا هالشيء هيدا بيتطلب منا مقاومة جماعة لابسين يونيفورم لبناني إنما عم بيطبقوا مخططات سورية مستعدين نقاومهم مهما كانت جنسية يونيفورم. هالجماعة بدهم يفهموا إنه المدرسة يلي مخرجين منها يلي ما بتؤمن بلبنان ككيان، ويلي ما بتؤمن إنه لبنان عنده شخصية مميزة لإله بالعالم العربي، هالمدرسة يلي ما بتؤمن إنه لبنان عنده وجود مميز لإله بهالنقطة هيدي، وهالمدرسة يلي ما آمنت بحياتها إلا بشغلة وحدة، تنازلات ثم تنازلات ثم تنازلات للأقوى عربيا، سنة 58 كان عبد الناصر واليوم حافظ الأسد، هالمدرسة هيدي نحن بنرفضها، وهالمدرسة هيدي يمكن تكون الكنسة تبعنا على إيدها، مشان هيك عم نقاومها ورح نقاومها. والكرام المحمية عصابة شعب درب درب الحرية يركع للرب والعز الإلهي عالي يا أرض فوق جبال العالية لابس بالعز والكرام المحمية عصابة شعب درب درب الحرية يركع للرب والعز الإلهي اليوم مشعل أنبى القاضي تحملها دوم قوات اللبنانية العالية يا أرض أو جبال العالية شامس بالعز والكرام المحمية أطرافك شعب درب درب الحرية يركع للرب والعز الإلهي صونك بتضل تبيع عالي يا أرض أو جبال العالي عالي يا أرض أو جبال العالي شامخ بالعز والكرام المحمية أطرافك شعب درب درب الحرية يركع للرب والعز الإلهي
علي يا قلب.